اشوف صلاح يا ولد يا ولد يا ولد على الفرحه يا ولد على الفرحه والهدف. وهنا طبعا محو اثار الهزيمه في المباراه السابقه امام المان يونايتد. محمد صلاح يسجل فقط بعد يعني 3 دقائق ونصف هنا من هذه الهجمه. ادي ماني بص صلاح استلم ازاي، بص صلاح عمل ايه يا ولد على المهاره، لمب هنا في هذه اللقطه خلى الراجل بريتوس امام في نقطه مهمه جدا، رؤيه خاصه وضعه يلعب في العمق، ودي كره في العمق من عمر مرموش. هو تحكي على مين وتتكلم على مين؟ لا حديث ولا متعه ولا روعه اكثر من نجمنا الكبير محمد صلاح، لكن روبرتسون على